السلام عليكم، شلونكم حبايبنا؟ اموركم احوالكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. احنا قناة يوميات ابو محمد الثانية، لان القناة الاولى عليها بلاغات واحتمال تنسد، فنرجو من عندكم ان تشتركون بهاي القناة اللي هي قناة بديلة القناة هذيك. اليوم عندنا بيوميات مدينة 2 اكمال الصيانة الدورية لماكينة الخراطة الهندية. مثل ما قلنا امس، هاي الماكينة موديل 72 وصار لها تقريبا 25 سنة ما مشتغلة. فأمس وخرنا الدهون والأتربة منها والشحوم اللي موجودة عليها نتيجة تراكم الأتربة والمطر. يعني عندنا مس هذا الجزء المتحرك كان بصعوبة يقدر يتحرك. اليوم باعوا زلال يونس. هاي الماكينة فتشي عظيم، يعني تعتبر هي بالنسبة للميكانيكيين وللمصانع هي روح المصنع. هسه حاليا اكو ماكينات الكترونيه، بحيث ماكو هذا الجزء التحركه مانوال، كله اوتو. تدوس دقمه ترجع لورا، تدوس هاي هنا ترجع لي قدام. وايضا هسه عندك هذا المحور، يصحوا له محور واي، يتحرك واي. وهذا المحور الثاني محور اكس. شلون مبدا عمل السي ان سي بالضبط، سواء كانت سي ان سي ليزر لو سي ان سي راوتريه. عندنا ايضا الجير بوكس مالتها، الجير بوكس فتشي كلش مرتب وراقي. هذا يعتبر اهم جزء بالماكينة، يعني اهم من الماطور الكهربائي، اهم من باقي الحديد اللي بيها. هذا الجير بوكس عبارة عن تروس، وهو اللي يطلع عزم من الماكينة، يعني بحيث الماطور هذا واني هذا الماطور احنا لافيه بلايلون عن لا يصيب ماي او غاز حتى ما يحترق. ما اقدر اشغل هاي الماكينة، ما اقدر اشغلها بالضبط. مبدأ العمل نفس مبدأ عمل السيارة. السيارة احنا مو عندنا محرك، ها عندنا محرك ميكانيكي وعندنا جير. الجير هو يطلع عزم اول ثاني ثالث رابع، سواء كانت السيارة اوتوماتيك لو جير عادي. فهذا بالضبط، هاي هنا هذا هم بيها اول منها، باع اول ثاني ثالث. هنا عندك هاي هنا تحدد السرعة، هاي هنا تحدد المحاور الواي والزيت. فتشي كلش مرتب، وانتو لا يغركم شكلها انه هي قديمة وتعبانة، لا تعطيك انتاج مضبوط ومرتب. اطلب منكم تشتركون بهاي القناة وتفعلون الجرس، لان مثل ما قلت لكم انه القناة هذيك احتمال تنسد. وان شاء الله الاسبوع الجاي عندي سفره لاستراليا، وان شاء الله من هناك ملبورن هم اصور لكم وتدللون مشتركين الحبايب.